السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا كلية ديني لقضها اقرأ كولج لقضها دكتور حكم ده لقض عربية لقض إنجليزي ده لقض الصومالية ما توحين قاضنا أن لقض عربية قارهان كتاب كني تعلم العربية بطريقة سلسة لقض عربية كبرى طريقة فضد أو إتو صوي تابسية وحن سوق هذا لو حتى دي كواد درس جدي كواد أو كصابسا الأكل والشرب عن تضيع بستة كلمات في جمل أي أنه مركب على سوق هذا كلمة ذا جملة ذا كتيرة كلمات في جمل كلمة ذا سوحي كصابسيين لما أنتو الأكل عن توينك أنا أجن كلمة كواد خبز 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 ورود ويا رود ويا أكلت أنا أن الخبز هو الغذاء الرئيسي داك الخبز هو الغذاء الرئيسي هو الغذاء الرئيسي الرئيسي الخبز هو الغذاء الرئيسي هو الغذاء الرئيسي في الشرق الأوسط في الشرق الأوسط الشرق الأوسط وأوروبا فريدو وعنتدى أساسي ودمد الدجن دلالك في الشرق الأوسط برقا دحا وأوروبا يوروب وركا كلمة دي خبز يضا بيكتر كادي وضطة يضا او كلمة دي اه يضا جملت كترتا يضا او قرالكي لقرى يو خطكا ولدون يو أرديغو سيدي معالن كيسا إن او أصو قرو طلبات سعاشة كلمة دلبات إن كسو قادرانو وحوياً وجبن جبن 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 تشتهر بعض الدول بصناعة الجبن تشتهر اتصالي تشتهر تشتهر بعض الدول بعض الدول بعض الدول بصناعة الجبن صناعة الجبن
تشتهر بعض الدول بصناعة الجبن. دولتها قاركود وحي عان كويهين سمينتا عانها أقد كيف فديا. كلمة صدحات يعني سوق هذا الرواء خبز ومربى. خبز ومربى. خبز ومربى. خبز ومربى. خبز ومربى. مربى حويان تشوسكا لغو درسو اسنا عس القران دي كجرا اي لغو درسو اي لمرسد رودي ده ماركا رودي هي مربى تشوس. يعد المربى احد المنتجات التي يتم تحضيرها من انواع. يعد المربى أحد المنتجات أحد المنتجات التي يتم تحضيرها التي يتم تحضيرها التي يتم تحضيرها من أنواع مختلفة من الفواكه. من الفواكه. وعن قصة قادنا قيبتا خبز ومربى. وكلمة مركبة رودي يو مربى. يعدو حلو تريا المربى توسكا ير رودي دا لمرصده اسمار اسكا احد المنتجات ميت كميد وحيابا لصو صارة التي يتم تحضيرها تاسو دم يستيرمو تحضيرها سوساريستيسو من أنواع مختلفة إساقوكا كوبا نوعيو كالددوان أو من الفواكه قدرتها كمدا. إلى هنا نكتفي بهذه الحلقة المباركة. شكرا على حسن إصغائكم مشاركتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.